جرى اتصال هاتفي بين صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ومعالي السيد يائير لبيت رئيس وزراء دوله اسرائيل. وخلال الاتصال تم التاكيد على اهميه تعزيز مسار العلاقات الثنائيه بين البلدين وتنميه اوجه التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات. وقد اعرب صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لمعالي السيد ياير لابيد عن تمنياته له بالتوفيق والنجاح في مهام عمله كرئيس لوزراء دوله اسرائيل، كما تم خلال الاتصال مناقشه المواضيع ذات الاهتمام المتبادل وابرز القضايا على الساحتين الاقليميه والدوليه واستعراض اوجه التعاون المشترك.